طيب شايف في حاجات اختلفت عن محمد محمود قبل النادي الاهلي وبعد النادي الاهلي عند حاجات مامك؟ اختلفت في شخصيتي يعني؟ في شخصيتك، في الاداء، في كل حاجه. يعني بص انا اتطورت كتير جدا بعد ما جيت، يعني ذاكرت كتير، ما كنتش بذاكر قوي. المذاكره اللي هي يعني اذاكر في الكوره اكتر، يعني ما كنتش بذاكر، يعني دلوقتي بقيت اذاكر كتير وبقيت اتفرج على حاجات كتير في 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 البوزيشن بتاعي في الملعب. يعني قبل كده ما كنتش بعمل كده، بس ما اعتقدش يعني، بس يعني في الملعب بقى لسه مش عارف لما ابتدي العب ان شاء الله. في فرق ما بين لعيبه الاهلي واي لعيبه فرقه تانية؟ في فرق؟ يعني شايف في فروق؟ طبعا. ايه الفرق؟ الشخصيه اعتقد، يعني شخصيه وبدنيا، يعني شايف في فرق بدنيا؟ يعني الشغل على النفس يعني كتير. انا شايف يعني، انا شايف الشخصيه اكتر، يعني شخصيتنا بتختلف جدا بعد يعني في المباريات، في طريقتنا في الكلام مع بعض، بشايفها مختلفه جدا بصراحه. يعني البدني في ناس كتير ممكن تشتغل بره كويس، لكن الشخصيات عندنا بتبقى قويه جدا جدا، يعني بتتغير. يعني انا اتغيرت شويه في الملعب وبره الملعب، يعني ما كنتش اقدر اشيل مسؤوليه كبيره قوي كده، يعني ان انا في الملعب ابقى حاسس ان انا مثلا في فرقه اشيلها على كتفي واسم نادي كبير زي نادي الاهلي. فالموضوع بيختلف شويه بصراحه. انا شايف ان الشخصيات بتختلف، دي وجهه نظري. يعني انت شايف ان ابرز مثلا حاجه في اللعيبه بتاعه النادي الاهلي المسؤوليه؟ بالظبط، انه انتوا كلكم دايما في ظهر بعض. بالزبط. بتخافوا؟ بالظبط، في ظهر بعض جدا، كمان بره الملعب قبل جوه الملعب. يعني انا شايف كده، ممكن الناس شايفه حاجه تانية بقى، دي